بسم الله، ربنا اشرح صدورنا للإسلام وبيض وجوهنا بالتمام في المراحل الثلاث، يا رحمن يا واحد يا قادر. فإذا تتلى عليهم آياتنا عبر الكل بينات، ما هيش صعوبة باش تفهموا، ولقد يسر القرآن الذكر فهل من مدكر. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين، نترك الظالمين فيها جثيا نجوثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا بالله واليوم الآخر، قال الذين وبنعم الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الذين كفروا للذين آمنوا، شو هنا في الدنيا دي يجيبوا الكونفور اللي هما فيه كدليل اللي هما لا حق وحنا لا باطل، احنا امورنا تعالى امورنا المادية والاجتماعية تعاني من الاقتصادية. هذا مش يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا، شوف باش يبدلوا مجرى الحديث. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين يكلد جروب خير مقام، اللي هو هنا الكونفور في مشاهد خلابة والمجال. قال الذين كفروا ما دامهمش يقلب عليكم حتى أنتم في حالك من ذاك اللحظة من لحظاته يعتبر عليكم منقلة القضاء والقدر، لا يقدر أحد أن يدفعه لكل يؤتي من حيل ومن من توقعات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. مقامنا عالي مش تنظروا له، أنت معمي عليه كان ممكن مش عمير يكون كيف ما. وأحسن نادي من النوادي بتاعنا اللي كلوب بتاعنا سي ليميور دي كلوب، ما تنساش كلوب بتاع الكلاب وكلوب بتاع القيرة دول الخنازير، ما يشربناش باش يكونوا منكم، لا ننتمي إلى نواديكم. وكم أهلكنا ربي باش يزيد بقربك من الواقع إن أردت أن تكون من أهل الواقع. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، يزيد غلط يمد لك في كفر وغرور. وعندنا القرآن كيفاش ربي يصف آل قريش كيفاش يرجع لآله يتمطى وفرحان بروحه اللي تحدى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى صح فرحة والباقيات الصالحات الإنعام بها خير عند ربك ثوابا يصيبنا على ذلك إنه ريتريبيو، وخير مردا مردنا إلى جنة الخلد. وبعد يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. هذا البعض من قريش اطلع الغيبة، يا اخي انت وليد تعرف الغيبة بس اسمع روح بالكلام هذا، اطلع الغيبة ام اتخذ عند الرحمن عهد ولا ربي عهد، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونريث ما يقول، يعني مستلزم عند ربي ويأتينا فردا حتى لا قبيلة ولا أمة ولا غمة. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا، أن يكونوا ديزابوي ديزابوكا، كلا سيكفرون بعبادتهم الآلهة واستفلان والسيدة والليلة فلانة نعطيهم علة تهزهم إذا كان محبوب يخرجوا منها، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد. كل يوم تنقص لك المدة اللي ستقضيها وبعد ترد إلى أرض العمر وبر عاد كمل عمرك على أشد حالات الألزامر وما شابه ذلك. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفد الرحمن كما في الحجاج الساقطين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون واردها. أما لكن الكفار هم داخلونها لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا كلاب يود وزيد من الله
والكلاب النصارى قالت المسيح ابن الله ولا والله، ودخلوا ثالث قال الروح القدس ولا شركة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادا اي قبيحا جدا ولا حقيقة له، يكاد السماوات يتفطرن منه من قبح كلمكم على الرحمن، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يعني تلمو سي انسبورتابل دو دير سا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أن سيرفيتور، لقد أحصاهم وعدهم عدا كلكم فيما نحن، قالوا ستاتيك وقالوا عد مواطني الدولة الفلانية، هنا قال لك العد ذي نوعاكم، نسوا الله ونسوه، وعملوا أعمال إجرامية بكفر بالله وكفر بالبعث، فنساو الإجرام ذاك يدفع ثمنه على حساب، أحصاه الله ونسوه اللي عملتوه الكل، قلت وأشرتم به وتخيلتموه وتآمرتم على قلة مؤمنة صالحة تريد لكم الخير وحسن المتاب والمآب، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. قال ترجع إلى الله فردا، ما عندك حتى حد يشرح بيك ولا يدافع عنك، أبو كثير يمشي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، نحن في محبة ربي، يعطينا ربي باطلنا في الوقت المناسب من يحسن مودتنا ويحسن إنقاذنا وقضاء حوائجنا من أمن وعزة ونصر. فإنما يسرناه بلسانك أي القرآن باللغة العربية لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، يعني أوتات ما همش حابين يفهموا القرآن كلام الرحمن. وكم أهلكنا قبلهم، ربي ذكرهم بذكر النبي عليه السلام ونحن معهم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركز؟ لا واحد دوك الأثر بتاعه، كل واحد خل في مجاله اللي في الإيمان وحسن الخاتمة، وهم أهل الأنبياء كلهم اللي تبع الأنبياء عليهم السلام، والبقية جهنم مفردة، اللي يقيم منها مفردة يخرج منها، نسأل الله السلامة.